باي. ايه يا عم انت مالك، انت جاي جعان ولا ايه؟ الواد جعان. ضيفنا بدينر ان ذا سكاي النهارده النجم المتعدد المواهب. ايه متعدد المواهب؟ يرقص باليه يعني؟ متحمس؟ متحمس اهو. متحمس ايه ده، داخل سباق الضاحيه ده ولا ايه؟ امير، مين رشحك لبطوله مسلسل ريفو؟ العزبي. مرشحني صديقي محمد ناير. وندم بعديها على طول. بعدك لابس الشخصيه للنهارده، انا حسيتك. احنا كنا بنصور. احنا جايين من التصوير في سيزون 2. سيزون 2 ده هيبقى اسمه نوفالجي؟ طب خلينا نحكي شوي عن كايروكي، صار لكم 20 سنة سوا، شو سر هالتماسك بيناتكم؟ الغرة، كل واحد حط على كف ايده حتتين غرة ومسكنا في ايد بعض، من ساعتها مش عارفين نفك. في خطة معينة رسمها لنفسك؟ خطة ايه؟ هو هيسرق بنك ولا ايه؟ ما بعملش خطط قوي، بس بعمل كوبيبة. يعني مثلا دلوقتي حابب الكتابة، بكتب سكريبت، بكتب مسرحيات، حطها في الدرج طبعا في الاخر. اه لا خليها في الدرج ما تطلعهاش. فيك تقلنا هيك شيء؟ غششنا حاجه يعني؟ فيك تقلنا هيك يعني شيء؟ بعمل مسرحيه عن مسرحيه عباره عن اوضه كده. مسرحيه عن اوضه؟ ده انت معاول بقى. بيغنوا بقى طول المسرحيه. طب غني لنا هيك شيء. الدنيا هاديه والخلق نايمه. طب طالما الخلق نايمه ما بتزعجهمش بقى. اذا بدك تعمل ديو مع مين تختار تعمل ديو، مع مروان موسى او مع مروان بابلو؟ مروان محسن بتاع فيوتشر. شو رايك باغاني تراب؟ بشوف ان هم فنانين ومحتاجين يتعاملوا معامله كويسه. وليه هم بيتجلدوا ولا ايه؟ مش فاهم. ويكس بقى نجم عالمي. ويكس بقى نجم كبير، وده برضو محتاج الناس تدعمه. تدعمه يعني ايه؟ نلم له تبرعات. امير، ليش زملائك بيقولوا لك يا زعيم؟ لا 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 لا، الزعيم الحقيقي موجود، انا لن اسمح. مصطفى بيقول لك مش ناوي تعمل اغنيه للزمالك زي ما عملت اغنيه للاهلي؟ لا انا اهلاوي. جدع اميرو، في دي جدع، بس انا قلبي مش هيحن برضه.